هيحصل لفتره قد ايه والمقدار قد ايه، بناء عليها الناس الجيولوجيين الناس بتوع السيفل وكده يبدا يقول لك غالبا يعني الشكل ده هيفضل المعدل ده هيفضل يجيب هذا المعدل، يا اما مثلا ممكن يحصل كراك ده يحصل صدمه يحصل في مثلا حدث من الشهر يوصل لحد مثلا تحت الارض ب 10 متر ب 10 متر، كل ده كان ممكن نطلعه من موقع الاسد ده. بلس هقول لحضرتك احنا عاملين طبعا احنا عملنا هدف المؤقت هذا اللي احنا عاملينها نظمها كلها على فترات، وقلنا من قبلها مقطوعه قلنا عدد وقت المؤقت وقت الباقي بيه اه بيتم حضرتك ان احنا بنوصل باستخدام اجهزه الليزر بنبعدها عن المنطقه اللي فيها الطاقه او